إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، أعاذني الله منها وإياكم. تفسير كين القرآن كأين عاولا كبلا منا وحوغا خلل عاوة وحامارة خلل قال إنترنت كرها لك هذا وان داهني، لكن والله الحمد تبارك وتعالى وكدبتي كرها ولي وقتي في عمان هاي سنة إذن كإلهي وحان عاوة كبلا بيا آيات السدية دي تمناد سورة مائدة. إلهي وحلو وقالت اليهود يهودي وحي تري يو النصارى لمن كان نصارى الله يلهذا وحي لهذين نحن أنه أبناء الله ويلشي أما عرورتي إلهي بانهي وأحباؤه كو إلهي تعالى بانهي قلوا حتى النبي الله محمد فلما محيب يعذبكم إلهي إذنكو عذابيا هدا عرورتي سيتهين بذنوبكم ذنوبتي نمحو إلهي إذنكو عذابيا بل إسكدائي إن عرورتي إلهي نقطاني يكو تعالى أنتم إذنكو وحاتهين بشر دباتهين أو من منطقة كمدة خلق إلهي أوري دتك إلهي أوري بشر كأيوم بكمتهين يغفر ودافع إلهي لمن يشاء عدو دون الذنوب ودافع ويعذب ألو عذاب من يشاء عدو دونه ولله إلهي كلي وحوسقنا ملك السماوات بقرتو يدا السماوات كأي أوسقنا إسقى بقر كأ وملك جد إسكله إسجع ملكيه والأرض اللول كنا إسجع إسكله وملك جده جبي هم بق الله إسكله إيه وما بينهما وحود حيا اللول كإيه صمدنا إلهي كل جبا إسكله وإليه الله أنتي كأهم بوحي هاي المصير نقط كنا إلهي أنتي كأمرت أيه حق سبحانه وتعالى وعجائب نمك يهود الله إلى هذا وحي إلى هذين أن نجوح النهاي إلهي أولاد سي إسجعنا نتشعل به لهذين نصارى نوحي لهذين وحنو نهي أولادي إلهي إسجعنا نتشعل إلهي وحكور دي قال داس إنانو إلهي عرور لهاي سورة قل هو الله مركي مخريني قل وحد إلى النبي وحلي لمارتي قل وحد إلى هذا يا أيها الكافرون قال يهي لا أعبد ما تعبدون عابد ما يوحى عابد إسان ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إلهي التوحيد كيسة إلهي كلجي عباد يسكلي عرورنا الإلهي مرتين ملأ وحكى له أين توحيد كقصام الرسول ردي لورنشر تسوق يا الكافرين أقول هو الله قل وحتى هذا هو ألا مرتين أحد إلهي كلجي وي قل هو شان يا الله إلهي أحد كلجي وي الله إلهي الصمد وإله إسجى خلق قرده مباهية هي أما بهضاء لم يلد الله مردلين ولم يولد الله مردلين ولم يكن ما يسقنان له ألا كفوان كف يمدو لقماء أو أحدا قف لقماء أو إلهي صفات كلية لهنا مجر لذلك إلهي وحولي وقالت اليهود يهود وحي لهدين إيوان النصارى لمن كان النصارى لهذا وحي لهدين نحن أنه أبناء الله إلهي أبد كيسي يا أولادي سي يا ويلشي سي أبنادي وحنو نهي عرورتي أما ويلشي إلهي بانو نهي بلاد نعوذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأحباؤه وحنو نهي كو إلهي تعالى ويلشي إلهي يكو تعالى بانو نهي بلاد قل وحتي هذا بالي النبي الله محمد فلما ويابي محيبو يعذبكم إلهي محيدين عذاب يا بالي بذنوبكم ذنوبتي نال محيدين كل عذابية حدي أوبت كي ستهين واي والد كدي المهي سمع عذابه المهي سوالد كم عذابه مرك واحد ولا هي اللي بلس كداية يعني هي وإدراب يفائدين سا وح شيء سوا بادلة أنتم إذنك بشر دد باتهين دد كوم من دد وحي كوي كمده
خلق او ابوري سيدا بشر ككلا و الهي او ابوري اي هدا يهوتين يدا نسارتين با الهي دين ابوري يغفر ودافع لمن يشاء عد دون الهي فدليس ويعذب الهي عذابا من يشاء عد دون ادومه سا الا ادومان نهاي اللهم اغفر لنا اللهم لا تعذبنا يا رب اللهم انا نحن عبيدك وبنو عبيد وبني مرت إمائك الإله أذو وحنها الدوم ذادي وحنها الدوم ذادو كوي أدلين أوبت كودها يا أدقنا الدوم ذا كوها وحن النها دمرك هو يو ينكيه أو الدوم كوا كوي أدلين أو أن الدوم كوا أرن من إله وحيد هذه ربي أو الدوني ما نكو قرن النها إلى أذو نود بداف ولله ألا وحسك لي كلي ملك السماوات بقرتو يدا أما ملكي جا السماوات كيا إسكالة إلهي والأرض ملكي جا ملكة عدة ملك ده إسكالة وح أرلاه يا السماوات كوا على يوم بينهما وحول الحياة وإليه على أنت كأبا المصير النقط فيها يا أهل الكتاب ورنمك كتاب كلاسيه واليهود والنصارى أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم وحائدين مبالغ رسولنا رسول كي يبينيمي يبين حال وعدين أيو لكم إذن كإذن عدين أيو على فترة وقت أو من الرسل رسوشي أي كالاقو دي فترة دا وحالي لهذا وقت وحيو كالاقوه النبي جي هوري النبي صابح دونا وقت قول الحياة إددكو أي دين تا لوميان أي دين تا كل ما بالي لهذا يا أهل الكتاب بالي أهل الكتاب قد جاءكم وحايدين رسولنا رسول كيجي بايدين يبين حال ودين عدين أي لكم على فترة وقت قوان أو من الرسل رسول آن لصادر وقت فترة أو رسول لصادر مركي إن صادر حق شيء بأن الرسول كيجي دين صادر محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي قول حدا شيء حلي عيسى للشد يسي مركي اللي أقو شامبو قولي يا كوبي تدوات سنو أي نبي الله عيسى نبي كدن بي للشد يسي نبي مركي لصوص سارينا أفرتن سنة القدرة يا يو وحال صوت ساري اللح بقول يو كوبي يلا باتنكي اللح بقول يو ها ساسو كلام مثلا اللح بقول يو كوبي طوانكي نبي اللح بقول يو كوبي طوانكي عيسى مركي عيسى لرفعي ورشي كقدال أنا دارشدي نبي الله عيسى نبي وحال صوت ساري اللح بقول يو كوبي طوان سنة كدب مركة فترة داس أيا ودا حيسي من الرسل نبي الله موسى وكسي هري إلي نبي الله عيسى ومرت النبي الله موسى كهري النبي الله عيسى عليه السلام وكو أنت تقول محل صدر النبي نبي الله محمد محل صدره أنت تقول أي لا الله تقول إن إذا أرنب النبي الله محمد الله صدره ما جاءنا نومي إيمان من بشير من نودي قال نومي إيمان إذا أرن ولا نذير من بشير من نو بشارة يده أنت تقول أي لا الله تقول إن إذا أرنب مرت أنت تقول أي لا الله تقول إن إذا أرن أيان الرسول كأيدن كصادر ما جاءنا نوما إيمان من بشير من نو بشارية وناجى يجند النوج بشارية أو أن رعنا ولا نذير من نار النوج دجانا وحمان ترى هذا إسكدا ينا نوما إيمان فقد حقيقة إلى هيدي جاءكم وحايدين يمي بشير مددين محمد بشارية محمد صلى الله عليه وسلم بايدين يمي والنذير مددين دجايا عقاب كيدين كدجايا إنا إلهي ترهضان أولاد دي سيبان نهيدين كدقايا أيا إذين يمي عذاب بيدين كدقايا والله إلهينا على كل شيء شيء دمانتي قدير أي قادر مد أود كله ويسوق أود وي أيوة إذ قال موسى واذكر حسن بالله محمد إذ وقت حس قال ويلي موسى عليه الصلاة والسلام لقومه تلكي وكوي لربنا إسرائيل يا قومي تلكيو اذكروا وحا حصوصتا نعمة الله إلهي النعمة دي سي حصوصتا عليكم قوتكين إلهي وكما نستي نعمة دا إلهي حصوصتا إذ وقت حصوصتا جعل ويالي فيكم دحذين ويالي أنبياء إلهي النبي بضان وذنك صوصاري هدار هي بني إسرائيل تهين نبي الله إبراهيم محانك ولا إسحاق يعقوب دبنا أسبابتي أسباب نمان كلا ديشري يعقوب إلهي وكتفيري يوسف ولا الذي محانك ولا دامر كي أي ترمان أنبياء هذا فربنا بإلهي كصوصاري يحيى إيو محمد كل هذا زكريا إيو نبي الله داود إيو سليمان إيو يوشع إيو
وحاسو دمي ربنا إسرائيل بهين إذ وقتي ويتعالى يالي فيكم قدهين حصوصة أنبياء أنبياء ويالي أو جعلكم ويالي محانك ده هدا ربني إسرائيل تهين ملوكا بقر رؤيدين كي يالي إلي بقر بدن بوسيي حكم بدن بوسيي أو آتاكم إلهي إذن سيي ما لم يؤتي وحانو سينين أحدا عدنا آنو سينين قفنا آنو سينين ومن العالمين عالمين تا انتي نبي الله محمد كوريسي اللي نبي الله اسماعيل يا نبي الله محمد ويسكو ابتر سدان وابراهيم بيكو ابتر سدان لكن لا مرت نبي الله اسماعيل كجدال الا نبي محمد لا سو ساري انبياده او دن يا ملكي يا حكمك يا وح ولبا الى ربنا اسرائيل بك سو ساري جري لذلك بالله سبحانه وتعالى وهم من شيغانيا صوتاس دراديد با الله سبحانه وتعالى وهم من شيغانيا او ليه يعني مرت وحا الله يدين سيي عدل سيي هبيرته ما جرتو marka gurt marka anli martay nabi maxamed kale iyo martay hada ka hor waxba lama siinin wa intii nabi maxamed ka horreysay sallallahu alayhi wasallam laakiin nabi maxamed markii la soo saaray ka gadaal yani martay ummada reebani israa'il ummada nabi maxamed baa ka fadli badan oo ka khayr badan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo madaha ku khatimay ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wa yahay ya qoomi nabi ilaahay musawirki wata ilaahay baa ka xikaynaya ya qoomi tolkayo udkhulu galabud الأرض دولكي قال دولكاسو المقدسة دولكي لطهري أما إلهي بركي مقدس كوحل إلى هذا دولك دولك بحانك هذا إلهي إلهي سبحانه وتعالى طهري النديفي مقدسات كوحل إلى هذا سدا مثل حرم كوكل ودول مقدسة دولك أرض دا مقدس كي لوتشي دانا وبيت المقدس ويه وجرسلام وإلهي سبحانه وتعالى مساجد كيسة دحاد أنبياء دي ربنا إسرائيل ودمي أي كنتو كنشرين يا قومي تلكيو ادخلوا قلع الأرض دولكي قلع المقدسة دولكي جرسلام كتالي مقالة دي أريحة لونشري أي كتالي دولكي بركيسنا يا ماركتي إلهي وطهيري مقدس كها قلع التي دولكاسو ها قلع كتب أقري الله إلهي أقري لكم إذنك إلهي دولكو إذن قري دولكا قلب عليكو التي كتب الله لكم قلك الى هيدين قري قال ولا ترتدوا حق مارته هكلا بنينا بالي على ادباركم قداشينا هكلا بنينا او هقالو بنا ولا ترتدوا ورهردو بنا او هكلا بنينا على ادباركم عربتينا دنبها كلا بنينا او دينتها كبخينا با لغو يدي ام حدعيا فتنقلبوا مركا وحا لابن دونتان حال اتهن خاسرين قار خساري هدا الهي حقي سديدان او وحا ليدين ليهي سمايا يدين تيلاهي مرت هذا رأي ويدان أو الردودان وحويان فتنقلبوا مركا يعني هي النهي قال للديدي جواب تيسي وحويان فتنقلبوا وحمارتي الله بندونتان أو عربيه إنك الله بندونتان خاسر إن يدنكو خسارة هوجي ونرت جلاية والله اللي موسى ده بدنا قالوا محيو جوابين قالوا حيد هذين يا موسى موسى إن فيها مجالدن أريحة مجالنا اللي ده هي مرت أرض المقدسة كتالا إن فيها وحاكسون قوم قوم باكسوغان قوم كاسو جبارين نمن حوق بدنا نمن كي كان عانيينتي نمن آد حوق بدن او جبارين اكسوغان بيدهدين وإنا أنقونا بيدهدين لن ندخلها أرلادا قيلي مينو حتى إيو قيلي مينو يخرجوا أي كبحان منها نمن كا حوق بدن لإلا أرلادا اسكتاقان يم مغالادا أنو قيلي مينو فإن يخرجوا هدي مغالادا دادكاسي كبحان حوق بدن لي منها حقيدة فإنا أنقو داخلنا وين ونقلنا بين هذين الله أكبر قالوا إحنا يا موسى موسى إن فيها أرادنا مقال الله ذهي قال قوما قوم باكسوان قوم كاسو جبارين نمن حق بدن وضدك الله يا وإنا أنقنا بين هذين لن ندخلها قلمين بين هذين حتى يخرجوا أي كبحان منها مقال داس فإن يخرجوا هذا كبحان منها مقال ذا فإنا أنقوا حيدا داخلنا مركزا قلنا لبنين با الله اللي مركا قال وحي لهذين الرجلان لبنين با وحي لهذين ومن الذين كوي يخافون كبقاي ها من الذين يخافون كوي إلهي كبقاي وأنعموا النعمي الله إلهي عليهما قد كود النعم إيمان أسيي أي وحي كوي لهذين وربني إسرائيل وأن نبي الله مسيح هارون هين ويعني دتكي نبي الله مسيح هارون فميي با وحي كوي لهذين ودخلوا وارقلا عليهم قود كودا نمانك قالدا هي مقالدا كوشرا ودخلوا وقالا عليهم قود كودا
albaaba albaabka magaalada ka gala, faidaa dakhaltumuu markaa gashaan hum magaaladaas iyo dhulkaa, fa innakum idinku war niman yahow, haalimuuna waa guulaysanaysaan, ilaahay baa guusha idin siinaya, war ambiyadiina raaca, ilaahay wuxuu idinku yidhina maaratay aqbala, wa cala allaahi ilaahay guudkiisa uun, war fatawakalu tala saarta, labadii nin ee muminiintaabaa saa ula naseexeeyey, in kuntum haddaad tihiin muminiina muminiin. Qaala waxay yidhaahdeen rajulaani laba nin, oo min alladiina kuwii ka mida yakhaafuuna alla ka cabsanaya, yakhaafuuna allah baa qadaran, kuwii alla ka cabsanaya waxay yidhaahdeen, oo ancama uu nicmeeyey allaahu ilaahay calayhima labadaa nin, ilay nicmada iimaanku waa wax la yaable, ilaahay baa u nicmeeyey, iyagu waxbay garanayaanoo ambiyadii bay rumeeyeen, ilaahayna way rumeeyeen. Kuwaas baa iyaga u naseexeynaya, waxay ku dhaahdeen udkhuluu waar gala, calayhim nimanka jabaabirada guudkooda, albaaba albaabka uga gala, oo waa iska celin doontaane, faidaa dakhaltumuu markaa gashaan hu magaalada, fa innakum idinku amartay qaalibuuna, idinkaa ka guulaysan doona, idinka ayaa ka guulaysan doona. Nimanka reer bani israiil iyo nabi iyo ummadii nebi maxamed ama saxaabada ridwaanullaahi calayhim aad bay u kala fog yihiin. Markii beder iyagoo saxaabadu 313 ama 15 ama 16 ama 17, iyagoo inahaas ah oo yacnii 1000 oo mushrikiintii ay maaragtay damcanina la diriraan, nebiyullaahi maxamed maxay ku yidhahdeen saxaabadii miqdaad ibn aswad iyo saxaabada ninba waa kuwii 9 maray, yaa maaragtay yaa rasuulallah bay yidhahdeen, laa naquulu laka, koodhan mayno kama qaalat maaragtay yahuud, sida yahuudu ku yidhahdeen linabiyihi muusa, idhab anta wa rabbuka faqaatila inna hahuna qaaciduun, koodhan mayno ee waxaanu koodhanayna idhab anta wa rabbuka faqaatila inna macakum muqaatiluun, saasaan odhanayna anagu maaragtay koodhan mayno adiga rabbigaa soo dagaalama, say odhan doonaan caawa, laakiin waxaanu ku leenahay adiga oo rasuulkii ilaahayna horgal, ilaahayna kaalmadiisa noo weydii, annaguna micina waanu dirirayna. Saxaabadu saasayn ridwaanullahi calayhim ilaahay baa ka raali noqday, laakiin kuwan ilaahay baa u cadhooday. Ilaahay wuxuu uhi cala allaahi ninkii baa nimanka labadiin iyagoo nasteexeynaya, fa innakum war haddaa magaalada gashaan, qaalibuuna waa guulaysanaysaan, wa cala allaahi ilaahay guudkiisa uun, fatawakal war tala saarta, in kuntum haddaad tihiin muminiina qaar muminiina oo wax garanaya, oo wax garanaya. Allahu akbar. Maxaa dhacay markaa? ilaahay wuxuu yidhi, qaaluu waxay yidhaahdeen mar kale, yaa muusa muusow, innaa annagu lan nadkhulaha baydheen magaalada baytulmaqdes, amanagu magaalada geli mayno, lan nadkhulaha geli mayno aabadaa, weligaya geli mayno bay yidhaahdeen, maadaamuu intay ahaadeen, maadaamuu fiiha inta, maadaamuu ay ku sugan yihiin oy daayinsan yihiin magaalada gudaheeda, fiiha nimanka maaratay jabaabiradaaye kancaaniinta iyo nimanka xooga badan le intay magaalada ku jiraan, annagu geli mayno oo jihaadi mayno oo far ku fiiqi mayno. ee fadha bay yidhahdeen adigu muusow, fadhab adigu tag, anta adigu tag, wa rabbuka adigiyo rabbigaa israaca, faqaatilaa idinku dirira, oo nimanka magaalada ka saara gaalada, innaa annagu bay yidhaahdeen haahunaa halkan magaalada dabadeeda ayaanu qaaciduna iska fadhiyeyna. allaahu akbar. niman gaaloo madax adag bay ahaayeen, sidii bay madux adagyihiin, sidii bay adduunka u fasahaadiyaan, sidii baa mar walba oo ilaahay dab ay shidaan ilaahay u bakhtiyaa. fadhab bay yidhaheen tag anta iyo wa rabbuka adiga muusow rabbigaa israaca, oo faqaatilaa dirira, innaa annagu haahuna halkan baanu qaaciduna iska fadhinayna. qaala wuxuu yidhi muuse calayhi salaatu wasalaam, rabbi yaa rabbi, rabbigii buu baryay, rabbiyow, innii anigu laa amliku hanan maayo ilaa linafsii, naftayda mooye maaratay allow waxba u hanan maayo, wa akhii aniga iyo walaalkay haaruun mooyaane cid kale oo naftaydu maaratay oo daacaanu ka hayna oo ilaahu aan wax u hananayna haba yaraatee ma jirto, ee fafruq ilaahu kala fur buu yidhi baynana annaga dhexdayada iyo bayn alqoomi qoomkii, alfaasiqiina faasiqiintaha, qoomkii aanu ka dhalanay ee ilaahay daacadiisa ka baxay ee gaaloobay ee aan ina yeelaynin ee ilaahay maaratay diintiisa aqbalaynin ee iyagu leh rabbigaa iyo idinku dasoo dirira ee maaratay gaaloobay ee ama maaratay xaqa diiday, kuwa faasiqiintaha fafruq ilaahuna kala fur baynana dhexdayada iyo bayn alqoomi qoomkii, alfaasiqiina faasiqiintaha. qaala wuxuu yidhi fa innaha, qaala wuxuu yidhi maaratay rabbi baa u jawaabay nabiyullaahi muuse oo ducadiisii baa la aqbalay, fa innahaa magaaladani muxaramatun, ilaahay wuxuu ka muxaramatun waa mid laga xaaraantimeeyey, calayhim guudkooda 40 sana, 40 sannadood inaanay magaalada cag dhigin barakaysan ay wax walba ku heli lahaayeen baa ilaahay ka xarimay, yatiihuuna xaal ay wareersanaan doonaan, fil ardi arlada tiihi baa ku dhici doona, waxa ilaahay tiihi buu ku riday, magaaladii ay ku socdeenba ilaahay jihadoodii buu ka hallowyay, way lumeen 40 sanay dhulka wareegayeen oo wareegayeen, oo markaasa waxaa la yidhi 40 sano mucjizooyin aada u fara badan baa nabiyullaahi muuse
intii uu la joogay anuu nabiyullaahi muuse geeriyoon ilaa xataa magaaladii may furan. Nebi kale oo naartay Yuusha ibnu Nuun oo fatihii nabiyullaahi Muuse oo ilaahay rasuul ka dhigay, nebi ka dhigay, ayaa mar dambe magaalada furan doona. Laakiin nabiyullaahi Muuse iyo nabiyullaahi Haaruun iyo intay tihii ku jireen baabay dhinteen. Mucjizooyin aada u fara badan baana dhacay xilligaas, oo waxa weeyaan marka ilaahay mala buu siiyey, oo salwa ayuu siiyey, oo maaragtay xabag bashiir buu siiyey, oo biyo maaragtay dhagaxa kasoo boodaya, oo 12 ilooda oo qabaailkiiba ilaahay siiyey. Mucjizooyin aada u fara badan baa ilaahay siiyey, oo maaragtay markay haraadeen ay jabeen saxari ay ku dhiman gaadheen, daruur baa ilaahay u keenay u hadhaysa. Waxaasoo dhan baa dhacay. Laakiin miyay rumaynayaan? Nimanku waa nimanka la yaqaano. ilaahay wuxuu yihi maaragtay, qaala wuxuu yihi rabbi fa innahaa magaaladan gelitaankeedu muxaramatun, waa mid laga xaaraantimeeyey, calayhim guudkooda, 40 sano, 40 sano, yatiihuna, xaal ay noqon doonaan qaar tiih ku jira oo habaabay, fil ardi, arlada ayay maaragtay ku habaabi doonaan, oo way ku amban doonaan, oo way wareeri doonaan, oo way jabi doonaan. falaa ta'sa, yacnii 40 sanay guurayeen oo ay maaragtay galab caraabayeen oo ay baabe'een oo ay habaabeen oo la ciqaabay oo kolba ilaahay u naxariistay. laakiin miyay maaragtay xaqa qaadanayaan? falaa ta'sa baa la yidhi, ha ka murugoon nabiyullaahi Muuse calaa alqowmi, qoomkii ha ka murugoon, alfaasiqiina, ilaahay daacadiisa ka baxay, qoom daacada rabbi ka baxay oo gaalnimo isugu maaragtay baxay, kuwa ha ka murugoon baa la yidhi. watlu akhri nabiyullaahi maxamedow, calayhim ummadda nebi maxamed waxaad ku akhridaa, qisadan ku akhri, naba'a ibnay aadama, labadii wiilee aadan dhalay warkoodii ka waran oo maaratay ku akhri, oo u sheeg maaratay tilaawatan, akhriyad oo bilxaq, yani maaratay xaq ku maran, sidaa iska dheh, id waqti ku akhri, oo u sheeg, faqaraba ay dhowaadeen labadaasi qurbaanan, qurbaan ay u dhowaadeen oo mid waliba layidhi wax ilaahay kaa aqbalo la kaalay oo maaratay ilaahay ugu dhowow oo sadaqa bixi. fatuqubila, waa laga aqbalay, min axadihimaa, labadii ilmo aadam, waa haabiile baa laga aqbalay, walam yutaqabal, lagama aqbalin, min alaakhari, kii kale waa qaabiile. qaala, wuxuu yidhi, kii aan laga aqbalani, laaqtulannaka, wallaahi, oo wallaahi, waan ku dili, oo waan ku dili. qaala, wuxuu yidhi, marka haabiil oo isaga ducadiisii la aqbalay ama qurbadiisii la aqbalay ama allabarigiisii la aqbalay, innamaa yataqabalu allaahu, ilaahay wuxun buu ka aqbalaa, min almuttaqiina, kuwa ilaahay ka cabsada buu ilaahay wax ka aqbalaa. lain wallaahi, in haddii basata aad ii soo fidiso, ilaya anigu haddaan haabiilahay xaggayga, yadaka gacantaada haddaad ii soo fadiso qaabiilow, litaqtulanii, inaad ii disho, maa ana anigu maihi, bibaasidin, mid kusoo fidinaya, maarta yadiya gacantayda mid kusoo fidinaya maihi, ilayka xaggaaga, liyaqtulaka, inaan ku dilo, anigu marnaba taasiga suurtagal maaha. innii, anigu haddaan haabiilahay, buu yidhi nabiyullaahi, wuxuu yidhi haabiil wuxuu yidhi, innii anigu akhaafu, waxaan ka baqayaa, allaaha, ilaahay baan ka baqayaa, rabb alcaalamiin, caalamiinta rabbigooda ah, iskaga bayaami, catbayaan ka dhig, innii anigu, buu yidhi haabiil, uriidu, waxaan doonayaa, haddaad doonayso adigu dembigaaga, innii anigu uriidu, waxaan doonayaa, an tabuua, inaad la laabato, biithmii, dembigayga aada la hoyato, iyo wa ithmika, markaad idisho dembigeyga iyo dembigaagaba inaad adigu la hoyato, aad qaadato oo aad maaratay adigu gacanta ku qaadato, oo fatakuuna, aad ahaato dabadeedna, min asxaabi naar, naarta kuwa la saaxiibaya, ku waaraya, laana qofku hadduu naartiin badan ku jiro asxaabteeda ayuu noqonaya. wadaa'ika, kaasi buu yidhi maaratay haabiil, wuxuu ku yidhi, jazaau dhaalimiin, kuwa dhaalimiintae xadgudba abaalkoodu waa sidaas. fatawacat ay fasawalat, waxay u qurxisay ama fazayanat, waxay u qurxisay, lahu, kaas yacnihi qaabiil, nafsuhu, naftiisa, waxay u qurxisay, iyo shaydaanku, lacnatullaahi calayhi, qatla aakhiihi, walaalkii haabiil inuu dilo ayuu go'aansaday. faqatala, waa dilay, hu, maxaan ku dhahdaa, haabiil buu dilay, oo faasbaxa, dabadeed markuu dilay, wuxuu waabariistay ama ahaaday, min alkhaasiriina, kuwa khasaaray ayuu noqday. allahu akbar. marka fabacaa allahu, ilaahay wuxuu soo diray quraaban, isagoo markaa waxaa la yidhi 1 sano wax ku dhow ayuu meydkiisii sitay, meydkiisiisuu yidhahdaa buu garan waaye, sida loo aaso mu aqoonin. fabacaa allahu, ilaahay wuxuu soo diray quraaban, wuxuu soo diray bahalka loo yaqaano tuke, ayuu u soo diray, yabxasu, baadhbaadhaya, fil ardi, waa la yidhi tukaa tuka dilay, tukaa tuka ka dhintay, markaasaa tukihii siduu tukihii kale u aaso baa ilaahay tusay. yabxasu, tukahoo baadhaya, fil ardi, dhulka oo qodaya, liyuriya inuu tusiyo, hukan qaabiil la yidhaahdo, kayfa, sidii, yuwaari uu aasi lahaa, sawata akhiihi,
geerida walaalkii ama maydka walaalkii, sawcada waxaan foosha xun ilaa qofkan dhintay argagax aan la arki karin ee uu ka laalaaday uu sito sidii waasi lahaa buu tusay. Qaala wuxuu yidhi markuu arkay labadii tukoys aasaya, yaa waylataa hoogeyge, acajastu, miyaan ka caajisay ana kuna inaan ahaado mithla hada alquraabi, war tukahan oo kale inaan noqdo oo siduu tukaha kale u aasay miyaan garan waayey, oo fauwaariya aan aaso markaa oo qariyo sawcata akhii, yacnihi sawcada waxaan foosha xun leh ama maratay jirhkan dhintay ee walaalkay ee dee urkiisa iyo dhibkiisa aanan wadi karin, sidaa miyaan maratay inaan qariyo oo aan iska aasa maydka maratay sawcada. Taas baa laa wixii kasta maratay aan la jeclayn baa la yidhahay, fauwaari aan akhriyo sawcata akhii, yacni walaalkay cawradiisa, jirhkiisu waa iska cawro oo waa qof dhintay, qof dhintayna qofnaynu haysto ma ogola. Faasbaxa wuxuu noqday ninkii min anaadimin, kuwa naadiminta. Marka qisada aan kusoo carabka kusoo celiye, qisadana seebe u dhacday, waxay u dhacday markii nigi kasoo warranay kitaabkii maaragtay taariikhu lambiyaa ayaynu kaga soo warranay nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo xawaa ubadka ay dhalaan waxay u dhali jireen da' kastoo xaawi dhasho waxay dhali jirtay wiil iyo gabar wada socda. Marka wiil iyo gabartaas iyagu ismay geyn oo yacni xalaalisumay ahayn, marka da'da kale ayay iskuursan jireen wiil si talantaali ah. Marka da'dan wiilkiiyo gabarta maratay dhashaa waa mataano, waa walaalo, iyagu isma geyi karaan. Marka da'dii ka horreysay ama da'da ka dambeysa wiiliyo gabarta kale kasoo baxa, wiilkuna gabadhaa kaluu guursanaya, wiilkanina gabadha kalu wuxuu guursanaya maratay, wiilkuna wiilkanina inantaa kalu guursanaya, ninkaa kalena gabartii maratay imaka dhalatay la dhalatay ayuu guursanaya. Marka waxaa la yidhi ninka la yidhahdo Qaabiil ayaa mataantii uu la dhashay ayaa wuxuu yidhi iyadaa ka qurux badan mataantii Haabiil la dhalatay. Marka wuxuu yidhi inanta Haabiil la dhalatay anigu guursan maayo, haddaan Qaabiil ahay tan aniga ay la dhalatay aanu maaratay marka wada dhalanay ayaan guursanaya. Arrintaasina xaaraan bay ahayd. Nebiyullaahi aadamna waa noolaa calayhi salaatu wasalaam. Nebiyullaahi aadam baa ku yidhi diintu sheegi mayso Qaabiilow inaad walaashaayo isku bah tihiin oo mar wada dhalateen inaad guursato, waa xaaraan, maya anigu yeeli maayo buri. Haddaba waxaa la yidhi adigu yeeli maysidi la kaalay Ilaahay ayaa idin garnaqaya, haddaad anigoo nebigii ah oo aabbahaaya i diiday oo xaqii aa diiday la kaalay sadaqo, adna Haabiiloo sadaqa la kaalay, labadiina midalooba sadaqa la kaalay. Waxaa la yidhi Haabiil beeraley buu ahaayo, wuxuu keenay waxaan leeyahay maaratay Haabiil wuxuu ahaa la yidhi cadhi dhaqato neef xoolo ah oo maaratay adhiya ayuu keenay. Ninkii Qaabiil la dhihi jirana beeraley buu ahaayo, wuxuu keenay waxoogaa maaratay midho ayuu keenay maaratay yanihi galley iyo waxba alaabuu keenay. Labadiiba marka qolo labadii qof ayaa markii Haabiil iyo Qaabiil sadaqadoodii ayaa meel la geeyeyo, waxaa la yidhi kii naaray intay u timaado ay qaadato ayaa Ilaahay maratay markaa aqbalay. Naartii baa samada ka timi, waxay qaadatay neefkii uu Haabiil maxaan ku dhahdaa maaratay keenay. Ilaa marka horeba xaaraan bay ka ahayd Qaabiil inanta la mataanta inuu guursade. Sidaa daraaddeed waa sidii awalba shareecadu ahayde, waxaa marka caddaatay in ninka Qaabiil la yidhahda uu khaldan yahay. Lidalika halkii kumuu joogsane wuxuu dhaan ugu yeeli maayo waanan ku dilayaaba. Mar haddaad walaashii ku socotaanu gabadhan doonayay sidii buu marka ku dilay. Marka qisadiibaa marka laga warramayaayo rasuulkuna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, adduunka qof kasta oo la dilo nebiyullaahi aadam laga bilaabo ilaa qiyaam saaca, qof kasta oo baadil lagu dilo nebiyullaahi ninka la yidhaahdo Qaabiil oo ina nebi aadan calayhi salaatu wasalaam kifl maartay min addambi buu kuleeyahy, laana wuxuu ah awalu man sanna sunnat alqatl, dilkii ugu horreeyey qofkii jideeyey buu ahaa iyadoon adduunka qof qoraba la dilin. Lidaalika ilahay qur-aanka wuxuu yihi watlu akhri nabiyullaahi maxamedow calayhim ummadda nebi maxamed waxaad ku akhridaa usheegtaa, maxaad u sheegtaa naba'a ibnay aadama labadii wiil ee ilmo aadam warkoodii u sheeg, ha tilaawatan ku akhriyo, watlu ku akhriyo tilaawatan tilaawo oo bilxaq yacni xaq ku maran tilaawo xaqa oo dhab ah ku akhri baa layidhi u sheeg, oo tilaawadaasi waa sidee id waqti u sheeg baa layidhi, oo maxay sameeyeen qaraba ay maaratay dhowaadeen labadaasi qurbaanan qurbaanan, waxay ku dhowaadeen qaraba waxay u dhowaadeen qurbaanan sadaqo, alla bari bay ku dhowaadeenoo ilaahay bay bariyeen, ama zab sida koonfurta looga yaqaano wax ilaahay lagu doonayo wejigiisa oo qurbaan ah oo sadaqa abay bixiyeen. Fatuqubila waxaa laga aqbalay min axadihimaa labadoodii mid baa laga aqbalay, oo yaa laga aqbalay kaasina wuxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ka laga aqbalay Haabiil buu ahaa.
ولم يتقبل لقما أقبلا من الآخر كي كره قابيل لقما أقبلين كدم حداي قال وحي لقابيل إسقوا أرنتا أنكر علي نقول لا أقتلنك والله لا أقتلنك وأنكدلي قابيلو قال مرك هابيل باو حكولي إنما يتقبل الله إلهي وحنبوك أقبلا من المتقين والقفك إلهي كبق ضبا إلهي وحكا أقبلا ولالك إلهي كبق أو هاي دين بوجي لا إن والله إن هدي بسطة 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 هداد صوفي دي صو إلي حقي قيادك قابيلو هداد قعنت يقول صوفي دي صو لتقتلني أنا قينا دي دشو ما أنا أنقميه بباسد متكو قصوفة دينيا يدي وحيري إلى هيدن بركير هالك هذا وبقول دي مرتي قول دي بيت كاملة وحي مدينة أن تفسير كيف بحي مدينة رالي هذا وحيري الله إن والله إن هدي بسطت إلي يدك هذا دي صوفي سلي تقتلني إن هدي دشو ما أنا أنقميه بباسد متكو قصوفة دينيا يدي أنا وقعنتي ذكو قصوفة دين ما يبويلي إليك حقاقة ليقتلك إن أنك دير ولا الكيو هابيل بسايلي إني أنا قم حايل أخاف الله الله أنك بقيا رب العالمين عالمين تربي قودي ما كبقيا إني أنا أريد وحن دونيا أنت أبو إن أدلو ريكتو إن أدلو ريكتو أو مارتي أد أدقو قادتو بإثمي دم بيجيك إن أدقادتو دلك دم بيجي مارتي أنا وعرضا كده لنا يسيا إن دم بيجيك أنا قادتو وإثمك إيا دم بيجيك أبا إلي أدقا المركة ليني حد قدو بيدقالي وفتكون مركة أدهاتو من أصحاب النار نارت أصحابتي ذا أدهاتو وذلك كاسنا جزاء الظالمين كوى الظالمين تا أبا الكودوي فطوعت أي فصولت ويوقر حسي له يسقى نفسه نفتي سو حيوقر حسي قاتل أخيه ولالكي إنو الدلوب يوقر حسي نيكال قابيل فقتل واد له هو ولالكي فأصبح وحو النقضي من الخاسرين كوى خساري فبعث الله له وحو صادري وحليل ميت كيسي أي سأل على السويل هذا قرنواي فبعث الله له وحو صادري قرابا وحو صادري بهلو يقنتك يبحث بارايا في الأرض ليري إنه تسيه قابيل كيف سدي يواري وأحصلها سوءة أخيه ميت كولالك قال وحريا ويلا تامر كواركي تكي تكا آسا على مارت موشينا قال وحريا ويلا تاهو جيجي أعجزت ميان كعجس أنا كونان هذا مثل هذا القراب سدا تكها سوكر وآسي تكي كلا وفأواري أنا أن آسو سوءة أخي ولالك ميت كيسا يعني أنت بدن آسيتي وفأصبح وحو نغضي من النادمين كو مرغوذي من أجل ذلك هذا بابا لو فرصو هل كان وحا الله يابله محا مارتي من أجل ذلك بالي أرنتها دراديد من أجل ذلك أرنتها دراديد با كتبنا وحا نقرري على بني إسرائيل نما كرر بني إسرائيل قود كود وحا نكو قرري أنه أرنك يشاني وحوها من أحدك قتل قفكي دلا نفسا نف قفكي دلا بغير النفس إذا نفل قدلين ننك قف نف مارتي سباد دلا إسقاد دلا إذا نفل قدلين أو فساد في الأرض أما أرلد فسهاد محان قرأ أولي مادا فكأنما دم بقيد يوحان وكقر الرهبان إسرائيل ومد النبي محمد نوال الله مده فكأنما واحد مودي سبالي ها فكأنما الله أكبر من أجل ذلك أرنت هذا رادد با كتبنا وحان قرر على بني إسرائيل الرهبان إسرائيل وحان كقرر أنه شأنية من قتل قفك دل النفس النف بغير النفس النف المارتي كلا يسوى أن نفل قدل أو فساد أما أرنت أولي من فساد في الأرض إنو أرلد فسهادي فكأنما وحويا دم بجيس فكأنما وحاباد مودا قتل إنو دلي الناس ضدك جميع عندما قفك النف بغير النفس كدلي وحن قلنا يا نف الدون كدن دلي وكو ومن أحياها قفك نوليا نف ومن أحد كي أحيا نوليها نفتا فكأنما كاسوح وكرد يجي هاي أجر كيس يهي أحيا إنه نولي الناس ضدك جميع عندما أنت جبي هم ولقد والله جاء ذو حاوتني هم يجوا حاوتني نمان كربنا إسرائيل رسولنا رسول شيء ذي باوتني بالبينات عضينتي بيولتني ثم دبدنا إن كثيرا إن بدن ومنهم يجا كمدي بعد ذلك يضو كتبتي لوليمي في الأرض أرلد جده هذا لما صرفونا وقاركو حد قد بايا مركا إن قفك قف دي لا ولمي دي قف الدون كوردن دي لي دين تينا نوا كمي دو رسول كوحو صلى الله عليه وسلم
لزوال الدنيا أهون على الله من قدر رجل المسلم الدنيا ذا أردن أوقفك وزوليو يقف مسلم دلاوة سكمت رسول كايد صلى الله عليه وسلم حديث كان رسول كوحوري لو محانكو رضا مارتي هدي محانكو رضا مارتي خلقي أدون كتشوغو أردمي هدي قف مسلم دي جيسة وذاكسنان خلقي دمان أدون كتشوغو أردن لأكبهم الله مارتي 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 وجوههم في النار إلهي دمان وجهو ده نار تأيو وطوردونا هدي قف مؤمنة ليجي سوى ذاك سنة واحد دونك تشوغو دمي لذلك إلهي وحور إنما جزاء الذين إنما جزاء أبال كيس وحوم بويهي الذين كوي يحاربون الله إلهي لدري رايي يا ورسوله رسول كيس لدري رايي ويسعون مارتي كدك دقايي في الأرض أرلدك وديه سفسادا فسهاد كو كلدك دقايي أبال كود وحوي أن يقتلوا إن الله يو أو يصلبوا إن لا صلبيو أو مارتي قدار هذا اللي قصل بيو اللي قلصو مارتي أو تقطع عين لقويو أيديهم قعمهو دي وارجلهم لقوهو دا من خلاف سيس خلافسا إن لو قويو واكو أو ينفو أما إن لقف مارتي لقى مستافريو من الأرض أرلض ذلك كاس لهم ذلك كاس با ثابت نصق ناضي يقع لهم أما مارتي ذلك كاس لهم يجو حويه خزي دلين يا عذاب في الدنيا الدنيا إلى هي عذابه ولهم وحيليهم في الآخرة آخرنا وحيليهم عذاب عذاب أو عديم وين عيدا معنى ذو محي عيدا وحيكون سود دكتي تدك قضاء وطريقة هديك كوح أنت هو الرصدان أي دبنا بحان أو تدك طريقة دي سو تاجان هدي أي وحدلان لما أنت ولد دليا هدي أي أنتي وحدلان حولنا دعان أنت اللي دلو أيا وليبا مارتي قعمهنا اللقوينيا يلقوها سيس داف اللقوينيا اللي حولنا ويدعان ددنا ويدلين وكو هدي أي مركا أنا وحنا دلين حولنا دعين لكن أنت يدبدا أبحان لو قادين فساد ودان مركا أنا أقولك أيا لقى فسادين أيا لقى مستافرينيا مركا كل بحكم كود سدو يهي بالقول معاملة يا علماء قارساس بيلهن علماء قارس الإمام مالكيو أهل العلم قارنا واحد هذا ما هي إمام كمؤمنين إمام كمسلمين تأي خيار له هدين من مورياني أنت يبحان أو أي دول كفريستان أو أي مفسدين نقضان أو يهبطت كوقاتان أو طريق أي جويان إمام كمسلمين تي وحي حق لي هاي إن والله يو هديك إن مرت أن يقتلوا إن والله يو أو يسلبوا أما إن تولاه يو إن ولي بسلبيه أو لسه أو مرتي قامها يلوها إن مرتي ويقعد إنتي أما نول بسلبيه وأفر تبابة أو مدرب مسبار لجراعه أو قدر هذا يو مرتي شردها لقو سلبيه كو ولا يسرع أنايا أو تقطع أيديهم ورجلهم لقوه دي قامها ده الله شرع واكو مرتي أو ينفوا من الأرض مركو حليه هاي إمام مالك سو يطايف على ماذا كمدي إمامك أي خيار له هدو دونا أفر تبابة ويسرع أنايا هدو دوننا يعني هي قارلة من الله إمانيا لكن إمام الشافعي بدنا ضعيف تقول ماذا كم يدوح إليهن وحل إيجا يا كلبة وحي سميين أو إنما جزاء الذين يحاربون الله هدي إلهي إلا الدقالمين اللي وانين إلهي كتاب كيس إلا الدقالمية دولة دي المسلمين تيدد كي نبت قليد وديق إلهي بلا در ورسوله رسول كيس إلي رسول كيس ساقا هامر كاهو قاميه ومد أو ندام كي استقرار كي رسول كي دي يقف كلا در وقف رسول كي إلهي لا در يدين تي إلهي واكو أو يسعون مارتي كدك دقايا في الأرض فسادا إني فساد كبو حيان ودتك دع يكفس يدل أي مرتي أدونك كبو حيان كوا نوع عاسة أبالك ودو حويان بلدي أن يقتلوا إلا الله يه وإمام شافع حليه حتى يدد دلان أن يقتلوا والله دليا ينا ينا والله دليا وحد بالو دليا أو يصلبوا هداني وحبد دلين ها أو يصلبوا هدا مرتي هدي مرتي يقو وحد دلي أن يقتلوا والله دليا أو يصلبوا أما الصلب بقى الله قدر يا يو أنت اللي دلها بقى مالك اللي دلها ولبا والله صلبنا يا وهدي واحد دلان أو تقطع أيديهم وأرجلهم هدي أي حولون دعان دد ما يدلين لكن حولي دعان حولها نواتيك أعمال لقوين شري هدي حول دعان نوحي إليهم علماء داسي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قعمه قعان يلوق صدافة قعان تمدق يلوق تبديح أما اللوق تمدق يقعان تبديح بامدول بلقى قوينية ومركي حول دعان يعني نفت وارجلهم من خلاف هدي يعني نف ندل حول ندعين او ينفو حلقه مستافرونيا من الارض بلوكا سالقه مستافرونيا جيبي غودبا بلوكا لقى مستافرونيا ذلك كاس
baa allahum iyaga u sugnaaday dalika kaas baa allahum iyaga u sugnaaday oo dalika koodaas baa thaabitun u sugnaaday iska dheh lahum waxay leeyihiin dheh dalika koodaas baa thaabitun u sugnaaday lahum waxay leeyihiin khizyun cadaab xun bay leeyihiin fi dunyaa adduunyada oo waa la ciqaabaya waa tan dee la laayay gacmaha iyo lugaha maarta si isdhaafa loo gooyey ee qaar la masaafuriyey walahum waxay leeyihin bal fi laakhirata aakhirana cadaabun bay leeyihiin cadaabkoo cadiim weyn ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay kuwaa dhulka fasahaadiyey ee mooryaanta ahee dhulka maratay cabsi geliyey ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu intaydaan awoodin calayhim guudkooda oo iyaga oo fasahaadkaa la yimid baxsadeen way yaaceen imaamkii muslimiinta iyo dowladdii ma qaban dabadna way toobad keeneen wixii bay ka baxeen marka kuwaas waxa weye ilahay uu ka tooba qabalaya ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu intaydaan awoodin calayhim guudkooda waxaa la yidhi marka waxa ay ka toobad keenayan waa dembigii ay dadka ku baxeen laakiin hadday qof dilaan magti waa laga rabaa haddii ay maal dhaceenna maalka waa laga rabaa culimada qaar baa saa yidhi culimada qaarna waxay yidhin maaha eh maadaama nimankan ay xiraabo galeen oo xad ay ku dhaceen oo dowladdii islaamka ku baxday oo ay fakadeen oo aan la qaban oo xadkii ay ka baxsadeen oo ay markaa toobad keenaan dowladda ayaa dadkii ay waxyeeleen iyo xoolahaba bixinaysa iyana toobadoodaasaa maratay ayaa wax walba ay kaga filantayda culimada qaar baa saa yidhi waa xad bay yidhahdeeno xadkaasina haddaan la awoodin in lasoo qabto iyagu ay iskeenaan oo marka ay toobad keenaan xadkii uu ka dhacaya bay yidhahdeen wixii khasaare ay geysteenna dowladda muslimiinta bixinaysa saasay yidhahdeen qolyaha qaarna waxay yidhahdeen ilaahay wixii ka dhexeeyey iyagiyo ilaahay baa ka dhacaya iyo xiraabadii iyo xadkii ay ilaahay ee ay jebiyeen laakiin bini aadamka wixii ay ka dhaceen iyo dhiiggii ay ka daadiyeen waa laga rabaa labada qowlba ahlucilmigu way ku tageen ilahay wuxuu yihi ya ayuha aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helayo ittaquullaha ilaahay ka cabsada wabtaquu raadiya ilayhi ilaahay intii ka ah alwasiila wasiilo raadiya ilaahay a ku gaadhaan cibaado ilaahay a ku gaadhaan raadiya wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada lacallakum waxaa mudan tihiin tuflixuuna inaa liibaantaane ilahay wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo ittaqiillaha ilaahay ka cabsada wabtaquu dalba ilayhi alla intii kaa waxaa ku gaadhaan alwasiila wasiilo dariiq ku gaadha dariiqa lagu gaadha ilaahay maxaa ka mid a waxaa lagu gaadhaa tawxiidka salaada soonta xajka wanaagoo dadka la amro xumaantaoo laga reebo khayrkaoo la sameeyo ubadkao wanaaga lagu tarbiyeeyo waxaas o dhan waa wasaa'ilka ilaahay lagu gaadho waa acmaasha ilaahay lagu gaadho wabtaquu ilayhi dalba alwasiila nimanka suufiyada ahi waxay aaminsan yihiin wasiiladani inay noqoto saalixiinta iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo in maratay iyaga inta yanihii maratay iyaga in la yidhaahdo ilaahay nooga shafeeco qaado oo iyaga in loo dhowaado si ay ilaahay kugu dhoweeyaan arrintaasi laakiin waa baatil wax adilaahina kuma sugna ilaahay waxaa loogu dhowaadaa acmaashuina amray ilaahay tawxiidkiisa loogu dhowaadaa soontaa loogu dhowaadaa salaada xajka khayrka wanaaga sadaqada wasiiladu waa taa weeye rasmiga ahi wajaahiduu jihaada baa la yidhi fii sabiilihi ay fii sabiili illah ilaahay jidkiisana ku jihaada wasiilada ayay ka mid tahay waayo qofka haduu ilaahay jidkiisa ku jihaadayo yacni wasiiladii alla gaadhsiinaysay baabuu hayaa lacallakum waxaa mudantihiin tuflixuuna inaa liibaantaan ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low anna allahum hadday u sugnaan lahayd maa fi lardi arlada waxaa ku sugan jamiican dhammaantood iyo wa mislahum arlada waxaa ku sugan wax leeg haddii la siin lahaa macahu arlada maaratay ula jirkooda liyaftaduu si ay isugu furtaan bihi kaa min cadaabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaame cadaabkeeda si ay isaga furtaan haddii la heli lahaa maa tuqubila lagama aqbaleen baa la yidhi maa tuqubila lagama aqbaleen minhum xaggooda walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabu aliimun mulima oo waxguba halkana waxaa laga hadlayaa nimanku maalinta gaaloobay marka ilaahay la hor keeno nimanka gaaloobay hadday wax kasta bixiyaan laga aqbali maayo ilahay wuxuu ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low anna lahum hadday u sugnaan lahayd ilaahay wax dhacay waxaan dhacaynin haddii la yidhaahdo ha dhacaan siday u dhici lahaayeen buu ilahay ogi lidaalika le wuxuu yihi low baa la cabiray ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low haddii anna lahum iyaga ay u sugnaan lahayd maa fi lardi arlada waxaa ku sugan jamiica dhammaanteed wa mithlahu arlada waxa yaalana wax leeg loogu dari lahaa oo macahu iyaga maratay ka garab yaalla liyaftaduu si ay isugu furtaan bihi arlada waxa ogadiisa yaalla iyo wixii lagu labanlaabay si ay isugu furtaan maxay iskaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaame cadaabkeeda si ay isaga furtaan haddii la siin lahaa maa tuqubila lagama aqbalay minhum xaggooda walahum waxay leeyihiin cadaabun
عذابك أليم مؤلمة أو حجوب أي ليهن إلى يوحى سبحانه وتعالى يريدون وحيدون يا بني النبي الله محمد لمن كان يريدون وحيدون يا ها أن يخرجوا إن كسب بحان من النار النار تاني كسب بحان بيدون يا بني ومرت أن يخرج أن يخرجوا إن كسب بحان مرت يريدون